شيئا فشيئا، وبعد أكثر من عامين ونصف على بدء جائحة كورونا المستجد كوفيد-19، ها هي الحياة تعود إلى طبيعتها ويلتقي هؤلاء من جديد في واحدة من المقاهي الشعبية في منطقة رأس الخيمة القديمة، مسترجعين حياتهم الاجتماعية التي بعدتها حينها ظروف الجائحة والإجراءات الاحترازية ضمانا لسلامتهم وصحتهم، مثمنين جهود الجهات كافة والتي عبرت بهم الإمارات إلى بر الأمان. نحن نشكر دولة الإمارات على العمل اللي قاموا فيه بالواجب هذا من صالح المواطنين. حقيقة قاموا بالواجب وعملوا التطعيم ليريح الإنسان عن الوباء اللي ضعف عليهم الأمراض، فهذا شيء طيب. فنشكر رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة وجميع الأخوان اللي قاموا بالمجهود كله على هذا الواجب. ويكفينا فخرا ونبراسا كلمة رئيس الدولة ما تشيلون هم، هذا عطانا دافع قوي. الحمد لله نحن نتجاوز هذه المحنة، ودولة الإمارات لو قارنتها بالدول الأخرى نحن وضعنا أفضل بكثير من الدول الأخرى اللي هي أكثر تقدما منا. مثال على ذلك الدول الأوروبية عانت من مشاكل كثيرة وإقلاقات كثيرة، نحن ما واجهنا هذه المشكلة. جهود يرون أنها لم تقتصر على سلامة مواطنيها فحسب، فالإمارات وفرت اللقاحات والفحوصات والعلاجات مجانا لكل من يقيم على أرضها دون استثناء، بل وأكثر من ذلك امتد عطاؤها إلى خارج حدودها الجغرافية. ما قصرت في قضايا الأدوية واللقاحات والكذا والاهتمام بهذا الموضوع، وجعلوه وكأنه حاجة يعني من 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 حوائج الدولة. وبالفعل يعني وصلت الأدوية إلى خارج الدولة، مو بس على مستوى الدولة، وكل الأشياء اللي موجودة حاليا كلها فضل اللقاحات والدور اللي قامت به الدولة في تأدية الواجب المطلوب منها سواء للمقيم أو للمواطن، وهذا يشكرون عليه ويعتبر رصيد للحكومة. اجتازت هذه التجربة ب يعني أعمال تعدت بها وكان لها السبق حتى على مستوى العالم، إنها الحمد لله رغم أنها استضافت عناصر كانت موبوءة بهذا الوباء، ولكنها الحمد لله كانت لهم الحضن اللي اجتازت بهم هذه الجائحة. هي جهود اجتازت فيها الإمارات الجائحة عبر تدابير وقائية وعلاجية أمنت فيها سلامة كل من يقيم على أرضها، وها هي اليوم تقطف ثمار تلك الجهود، فعاد مشهد الحياة الاجتماعية كما كان سابقا. منذ بدء الجائحة إلى مرحلة التعافي، مثلت جهود الإمارات لمكافحة كوفيد-19 صمام أمان واطمئنان للجمهور في دولة تعد فيه صحة الإنسان وسلامته أولى اهتماماتها. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، أحمد الطنيجي، رأس الخيمة.